السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي في حل سؤال جديد من أسئلة الفيزياء. وهذا السؤال على قوانين الحركة في بعد واحد تحت تسارع ثابت. ولدينا في هذا السؤال أنه لاعب رمى كرة إلى الأعلى من الأرض بسرعة ابتدائية مقدارها 25 متر على الثانية، وفي نفس اللحظة كرة أخرى أسقطت من مبنى يبلغ ارتفاعه 15 متر. والمطلوب هو كم من الوقت ستكون الكرتين على نفس الارتفاع؟ حل هذا السؤال يعتمد كثيرا على تصورنا للمسألة وكيف الأحداث تمت قبل ما نبدأ نعوض في أي قانون. لذلك لو أنا استعنت بالرسمة هاي، حيث طبعا هنا بتوضح لي اللي هو المبنى ارتفاعه 15 متر ويوجد شخص على أعلى المبنى. هذا الشخص إذا قام بإسقاط كرة، كلمة أسقط كرة معناته تركها من السكون، وبالتالي سرعتها الابتدائية كانت من السكون. وفي نفس اللحظة هنالك كرة أخرى أطلقت ولكن بسرعة ابتدائية إلى الأعلى بسرعة مقدارها 25 متر على الثانية. خلينا نعتبر أن مستوى الصفري للأحداث هو عند الكرة الزرقاء اللي هو عند هذه النقطة، وبالتالي هنا بتكون عندي واي بتساوي صفر، وهذا هو مسار الكرة الأولى وهذا هو مسار الكرة الثانية. الآن في بعد مرور فترة من الزمن ستصل كلا الكرتين، ستقابل بعضهما البعض، يعني الكرة الزرقاء ستقابل الكرة الحمراء. الكرة الزرقاء نازلة من الأعلى إلى الأسفل، والكرة الحمراء من الأرض إلى الأعلى. عندما يتقابلوا بدنا نعرف كم من الزمن مضى من إسقاط الكرتين حتى التقوا مع بعضهم البعض. إذا قمنا بتسجيل المسافات كالتالي، هنا لدينا الكرة الحمراء ارتفعت عن الأرض بمسافة مقدارها h، وبالتالي تكون الكرة الزرقاء قد قطعت مسافة مقدارها 15 متر ناقص h. خلينا نسجل المعلومات الأساسية. المعلومات الأساسية لدينا هنا v نوت أو v للزرقاء، الكرة الزرقاء v initial بتساوي صفر. أما بالنسبة للكرة اللي باللون الأحمر فكانت v initial لها بتساوي 25 متر على الثانية. إذا هذه اللي هي الشروط الابتدائية لكل كرة. وايضا بدي اعتبر مستوى الافقي تبعي هذا اللي هو واي انيشال بتساوي صفر، وبالتالي هذه تعتبر واي اللي هي بتساوي سالب 15. الان بالنسبه للكره اللي باللون الازرق اللي هي الكره الاولى، خلينا الان نشوف ايش المعطيات الموجوده عندي. انا بلزمني اول شيء عندي السرعه الابتدائيه، لا يوجد لدي اي معلومات عن السرعه النهائيه، لا يوجد لدي اي معلومات عن الزمن، وكل اللي بعرفه انه الحركه هذه هي عباره عن حركه سقوط حر، بمعنى انه تحت تاثير عجله الجاذبيه الارضيه جي. وبالتالي هستخدم معادلات الحركه في بعد واحد على محور واي، وقوانين الحركه التي ممكن اني استخدمها بالنسبه للكره الزرقاء هو انه واي ناقص واي انيشال بمعنى الازاحه التي قطعتها الكره الزرقاء اللي هي دلتا واي بتساوي في انيشال في تي ناقص نص جي تي تربيع. هذا طبعا بالنسبه للكره الزرقاء. بدنا نعوض الان عن دلتا واي. لاحظ انه دلتا واي هي المسافه ما بين النقطه هذه حتى وصلت الى النقطه هذه، قطعت مسافه مقدارها 15 ناقص اتش، وال 15 ناقص اتش هذه في اتجاه محور واي السالب لانه كانت في اتجاه الهبوط، وبالتالي حركة الكرة الزرقاء كانت إيش؟ إلى الأسفل بهذا الشكل. وبالتالي هعوض عن 15 ناقص H وأحط لها إشارة سالب، هتساوي الآن V initial بصفر، ولا يتبقى لدي إلا نص G T تربيع، هتكون عندي ناقص 4.9 T تربيع، وهذه المعادلة اللي هي المعادلة رقم واحد. الآن بالنسبة للكرة الحمراء، الكرة الحمراء أمورها تختلف تماما، لكن هنطبق في نفس القانون اللي هو دلتا واي هتساوي في انيشال في الزمن تي ناقص نص جي تي تربيع. الآن الكرة الحمراء قطعت مسافة من صفر إلى اتش، وبالتالي هتكون هذه اتش بالموجب لأنه حركة الكرة الحمراء كانت في اتجاه الصعود إلى الأعلى، وبالتالي هتاخذ إشارة موجبة. إذا h تساوي الآن بالنسبة ل v نوت برضه هي في اتجاه الأعلى بالموجب، هي 25 في t ناقص 4.9 في t تربيع.
الآن لو أنا طلعت على المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، هذول المعادلتين يوجد لدينا فيهم مجهولين، المجهول الأول اللي هو H والمجهول T وأيضا H و T، وبالتالي أنا إيش طالب مني؟ طالب مني كم من الوقت، وبالتالي أنا المطلوب مني هو إيجاد الزمن T، لذلك حبسط المعادلتين وحلهم مع بعض. فالمعادلة الأولى بإمكاني أني أكتبها بالشكل التالي، إذن equation 1 حتصبح كالتالي، سالب 15 حوديها على الطرف الثاني وزائد H، إذن حتطلع معايا H حتساوي ال 15 أنا وديتها على الطرف الثاني، إذن صارت بالموجب موجب 15 ناقص 4.9 تي تربيع. هذه هي المعادلة الأولى. طالما H و H متساويتان، إذن بقدر أساوي المعادلتين مع بعض، إذن حيكون لدي الآن 15 ناقص 4.9 تي تربيع حتساوي 25 تي ناقص 4.9 تي تربيع. ممكن احنا نتخلص هاي هيروح مع بعض، وبالتالي يتبقى لدي 15 حتساوي 25 تي، اذا زمن تقابلهم مع بعض حيساوي 15 على 25 وهذا حيساوي 0.6 سكند. اذا بعد مرور 0.6 من الثانية تكون الكرتين قد تقابلوا مع بعضهم البعض. وهيك طبعا بنكون استفدنا من معادلات الحركة لكل كرة، ومن ثم حلناهم مع بعض لإيجاد المجهول تبعي اللي هو الزمن T. طبعا بإمكاني الآن أعوض في T عن أي من المعادلتين وأحسب قيمة ال H اللي هو لو طلب مني قديش مثلا المسافة التي تكون من الأرض وتقابل فيها الكرتين. طبعا بترك لكم هذا تحسبوه لحالكم، ونلتقي في سؤال آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.